السلام عليكم، دي آخر حلقة معانا من سلسلة صناعة الملل اللي بنقدمها لكم من خلال شركة أرينا للأساس بدمياط. زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص الملل اللي اتبسترت، اللي هي احنا بنبستر الملة بتبقى عبارة عن 9 لوح، 2 4 6 8 9، بيتبسترهم كده بالطريقة اللي قدام حضراتكم من ورا وقدام بالشكل ده، وبكده نكون احنا قدرنا ان احنا نخرج الملل بتاعتنا من خلال السلسلة اللي حضراتكم شفتوها اللي بدأت بنجارة الملل والكلام ده كله. أتمنى إن أنتم تتابعوا سلسلة فن النجارة وسلسلة أخرى فن التشطيب من خلال قناتنا على اليوتيوب، وإحنا بننتظر أي استفسارات وأي تعليق، إحنا تحت أمركم. ما تنسوش تتابعونا وتعملوا فولو وسبسكرايب وتتابعوا صفحة الفيسبوك، إحنا بنقدم لكم أي استشارة، إحنا تحت أمركم متواجدين معاكم، ونتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم حضراتكم جميعا من خلال السلسلة اللي قدمناها، وكونوا برضو عرفتوا الفرق بين الخشب البياض والخشب السويد والكلام ده كله يعني. ما تنسوش تتابعونا وتعملوا سبسكرايب لقناة اليوتيوب وتتابعوا مزيد من السلاسل اللي بتنزل لكم تباعا ان شاء الله.